うわ、え、包丁、そしてディラード、なんだよ、マジでもう嫌だ。السلام عليكم يا عصابة الرعب، بتمنى تكونوا بخير وفي حالة جيدة. من الشاب الياباني الذي حصل له شيء مرعب إلى الرجل الذي دخل لمبنى مهجور فهجم عليه الجن، سنقدم لكم في هذه الحلقة مشاهد لأشخاص دخلوا لمباني مهجورة فحصلت لهم أشياء مرعبة، فلنبدأ على بركة الله. رقم 1. يوتيوبر مكسيكي يدعى ريكي فالاسكيز يقوم بالذهاب للمباني المهجورة والمسكونة. الأمر المختلف في هذا الرجل هو أن كل الفيديوهات في قناته هي عبارة عن بثوث مباشرة، وكما تعلمون فالبث المباشر من المستحيل التعديل عليها. المهم في هذه الليلة اقترح عليه متتبعها الذهاب لوحده لمبنى مهجور يوجد وسط الغابة شرق المكسيك وقضاء الليل بأكمله هناك. قبل ريكي التحدي وذهب لذلك المكان، لكنه لم يكن يعلم بأن ما سيحصل له في هذه الليلة سيكون شيئا مرعبا لحد كبير. المهم في الأول عند دخوله للمبنى كان كل شيء يمر بشكل عادي، وبعد مرور 18 دقيقة تقريبا حصل هذا الشيء. سمع صوت دوي قوي في الجهة الأخرى من المبنى. استجمع ريكي شجاعته وقرر مواصلة استكشاف المكان، فصعد للطابق العلوي. لا No, ya valí madre. Oh, la bestia. Se va a caer. No. ¿Qué pedo aquí? Ay, güey. ¿Qué mierda es eso? كاد ريكي أن يسقط في الأرض عدة مرات بدون مبرر، لكن ومباشرة بعد ذلك سمع صوتا غريبا بالكاد يمكن سماعه. بعد ذلك بدأ ريكي يسمع بشكل متكرر أصواتا غريبة تأتي من ورائها، لكنه عندما يستدير لا يجد أي شيء خلفها. Creo que me está dando pánico. Aquí hay algo más. رغم ذلك قرر إكمال المغامرة ودخل لاستكشاف الحمام، لكن ما حصل له بعد ذلك كان مرعبا لحد كبير، فلنشاهد التسجيل. Hola. Empiezo a sentir helado. ¿Qué es esto?
Hola. شاهد الفيديو مرة أخرى ودقق النظر جيدا. وجه شاحب ومخيف لامرأة تقف خلفه مباشرة. عندما رآها قفز من مكانه وهرب من شدة الخوف. عند تقريب الصورة وتوضيحها أكثر، يمكن ملاحظة بأن هذه الامرأة لديها عين واحدة فقط، بيضاء تماما. في هذه اللحظة لم يستطع الرجل إكمال المغامرة، فقرر مغادرة هذا المبنى على الفور. فماذا قد يكون ذلك الشيء الذي ظهر خلف المغامرة؟ هل هو جن تشكل على هيئة امرأة أم أنه شيء آخر؟ شاركونا تفسيراتكم في تعليق. رقم 2. محقق خوارق ياباني لديه قناة على اليوتيوب ينشر فيها مغامراته وهو يستكشف الأماكن المخيفة والمهجورة. في هذه الليلة قرر الذهاب لمنزل شهير يوجد في بلدة جنوب اليابان. هذا المنزل مخيف ومسكون بالجن، ولم يستطع أحد السكن فيه منذ سنوات عدة، رغم أنه لا زال في حالة جيدة. يقول السكان المحليون بأن لعنة شريرة أصابت المنزل بعد أن مات جميع أفراد العائلة التي كانت تسكن فيه في ظروف غامضة وبطريقة وحشية وصادمة جدا قبل 15 سنة. المهم، عند دخول الشاب للمنزل قام بفتح بث مباشر مع متتبعيها وبدأ في استكشاف المكان. لم يمر وقت طويل حتى بدأت تحدث أشياء مخيفة.誰かいますか？もしここで寝泊まりとかしてるんであれば返事してもらってもいいですか？すぐ出て行きます。 سمع صوت خطوات أقدام في الطابق الثاني. أحس الشاب بأنه ليس لوحده في هذا المكان. شعر بالخوف لكنه في الآخر تشجع وقرر الصعود للأعلى لإكمال استكشاف المكان. Ah.
誰もいませんか。これ。うわ、え、包丁。くそ。ちょっと、いや、マジで。誰かいますよね。いや、ちょっと待って。いや、本当帰るんで、ごめんなさい。وجد زجاجا مكسورا في كل مكان وسكينا فوق الطاولة. بعد ذلك سمع صوت جرس بالقرب منها، فقام بالبحث في كل زاوية، لكنه لم يجد أي أحد أو أي شيء يبين مصدر هذه الأصوات المخيفة. ちょっとね、さすがにこのままでは帰れないので、さっきねちょっと物音が激しかったと思われる部屋いるんですけど、家中探してみたんですけど誰もいないんだよ。動物でもなさそうですさ。で、なんかさっき多分あれ仏壇の鐘の音だよね。ちょっと30分だけ検証して帰ろうと思います。في النهاية سئم الشاب من البحث بدون نتيجة عن مصدر هذه الأصوات، فقرر مغادرة هذا المنزل وإنهاء المغامرة. لكن وبينما كان يغادر المكان، صورت الكاميرا بالصدفة شيئا مرعبا تقشعر له الأبدان. これ以上はいられないです。帰ります。شاهد الفيديو مرة أخرى ودقق النظر جيدا. いられないです。帰ります。いられないです。帰ります。يمكنكم رؤية زوج من الأرجل يتدلى في السقف في الجزء العلوي من الدرج خلف الشاب مباشرة. في هذه اللحظة ترك المغامر المنزل دون أن يدرك ويرى ما ظهر خلفها، حتى بدأت تصله عدة رسائل في البث المباشر تخبره بذلك. فأعاد مشاهدة البث، وعندها أصيب بالصدمة والخوف، وعرف بأن هذا المنزل فعلا ملعون ومسكون بالجن كما يقال. فما رأيكم؟ شاركونا تفسيرتكم في تعليق. رقم 3. مؤخرا وصلني منكم عدد كبير من الرسائل على الانستغرام، طلبتم مني التكلم عن فيديو غريب صور في الهند والذي انتشر بشكل جنوني في الفترة الأخيرة. هذا الفيديو صوره مجموعة من الشباب قرروا قضاء الليل كله بجانب شاطئ مشهور في الهند. يقول السكان المحليون بأن أشياء غريبة تظهر وتحصل فيه في أوقات متأخرة من الليل. المهم، بينما كان الشباب جالسين يتحدثون بجانب الشاطئ، فجأة صار البحر هائجا جدا وبدأت أمواج كبيرة تضرب الشاطئ. بعد ذلك بدأوا في سماع صوت صراخ شخص ما، فذهبوا مسرعين في اتجاه الصوت، فربما يكون أحد يحتاج للمساعدة، لكن ما وجدوه كان غريبا لحد كبير. مخلوق غريب مرمي في جانب البحر، نصفه الأعلى مثل البشر والنصف الآخر مثل السمكة. حاولوا تخليصه من الشباك التي علق بها، لم يستطع أحد من الشباب الاقتراب أكثر من هذا المخلوق، فأحضر أحدهم غصنا وبدأ بتحريكه، وهذا ما حصل.
في هذه اللحظة انقطع التصوير ولم يتم ذكر ماذا حصل بعد ذلك، ولم يتم إعطاء تفسير حول ما ظهر في هذا التسجيل. أغلب من أرسل إلي هذا الفيديو يقول بأنه حقيقي 100% وبأن ما ظهر هو مخلوق بحري لم يتم استكشافه بعد، أو أنه جن مائي تشكل على هذه الهيئة. لكن في الآخر يبقى الحكم الأخير لكم. أتمنى أن تشاركونا تفسيراتكم في تعليق. إذن كانت هذه بعض المشاهد لأشياء مخيفة صورت في مباني مهجورة. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. دمتم في أمان الله وشكرا لكم.